أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء كبير مستطر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير
إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد إِنَّا
شيء خلقناه بقدر وما الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان في مقعد صدق الشمس والقمر بحسبان
والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من كل من عليها فان.
البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماء يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. بسم La أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم عينين ولسانا
الفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة
أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما 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 ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك لك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرف القرآن وأسعدنا بسعادة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وخير الدنيا وخير الآخرة. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا كما نسألك العلا من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.